السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي من علبة عصير او علبة لبن تعملوا مقلمة او حافظة اقلام جميلة جدا للمكتب بتاعكم. يلا نبدأ. اول حاجة هتحتاجوها هي علبة اللبن او علبة العصير او اي علبة متوفرة عندكم للمشروب. تاني حاجة هتحتاجوا مقص. تالت حاجة هتحتاجوا فرشة، اي فرشة عندكم. رابع حاجة هتحتاجوا الوان اكريليك او الوان جواش. دولت هم الالوان الاكريليك اللي عندي، ودولت هم الالوان الجواش اللي عندي. وهتحتاجوا قلم ماركر او قلم عادي، وهتحتاجوا كمان مسطرة. انا هنا قصيت الشكل بتاعي اللي انا عايزاه، هو من قدام من ورا، انا لونت شويه فيه من ورا اهو من الجنب التاني. ده شيء انا قصيته من علبه، هي كان اصل شكل العلبه كان اصله كده ماشي، بس انا قصيت الحته ديت وشلتها وعملت هنا شويه كيرفز كده للجوانب كده علشان يبقى الشكل احسن، وكمان لو انا عايزه احركها وشلتها من هنا او حد اتخبط فيها من هنا ما يتعورش. اوكي، دلوقتي انا لونت هنا، حطيت هنا بس براون، بلين براون. اما هنا انا حطيت يلو بس هو مش باين قوي، حطيت يعني اصفر شويه هنا بس هو مش باين مع البني. هجيب كده لون تاني، مثلا هجيب نقول ازرق، او هجيب بيربل مثلا، بيربل وبينك مع بعض ماشي، ونشوف هيدينا لون ايه ماشي. ف هحتاج ان الجانبين دولت، ده والتاني اللي انا لونتهم، يبقوا يعني نشفوا من التلوين ماشي. فهنا زي ما انتوا شايفين اهو كده قرب ينشف يعني شويه، بس هو لسه منشفش طبعا. وهحتاج الون كل الجوانب ديت عشان تطلع شكلها متقنه، او يعني يبقى شكلها حلو ماشي. انتوا طبعا ممكن تلونوا اللي جوه ده هنا كده، لكن انا مش عايزه الونه، بس براحتكم يعني عادي. برضو نسيت اقول لكم ان احنا معانا هنا ميه ماشي، هتحتاجوها. سوري، ميه اهيت ماشي. بس طبعا انتوا تقدروا تعملوا هنا سشوار علشان يسرع التنشيف بتاعه، بس انا مش هعمل كده، هستنى ينشف بعدين بعد كده هرجع لكم تاني. انا دلوقتي بقى كده مش هستنى لحد ما ينشف قوي، يعني شوفوا لسه مش ناشف، مش هستنى قوي، همسكه كده من جوه وهلونه اي الوان انا عايزاها طبعا. هوريكم كده الالوان اللي انا هستخدمها. هستخدم مثلا زي ما قلت لكم، هستخدم البينك والموف مع بعض، بس في الاول هحتاج ان انا افتحهم كده واحطهم، احط يعني شويه من كل لون على اللي انا بلون ايا كان بقى. ممكن احط اللي انا بعمله اللي هو الحته اللي مش منشفتش لسه، اللي انا كنت كل شويه بتكلم عنها ديت، احطها على زي حاجه بلاستيك كده او حاجه يعني علشان ما تبوظش اللي انا بعمل عليه كده. لحظه، احط شويه كمان من البينك لو هو فيه، لو ما فيهوش حط، لو فيه مش مشكله، هحط شويه ازرق ماشي، وشويه تركواز، بس احط تركواز من الاكريليك اهوت، من الاكريليك تركواز غامق شويه، وحط كده شويه بس ماشي. وبعدين هجيب الفرشة
ماشي، دي فرشة نظيفة وأبلها شوية كده، أو مش لازم أبلها، بس أبلها في حال إن أنا بلون بألوان مية، وأصلا الألوان ديت قصدي ألوان المية مش يعني مش بتفضل على البلاستيك أو اللي هي المواد اللي زي المواد بتاعة العلب بتاعة اللبن، فمش محتاجاه. فهعمل كده بالراحة حتت كده صغيرة بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين اهو كده، نجيب حتة كده من الحتة المليانة وحطها في الحتة اللي مفيهاش حاجة كده كده، اجيبها هنا هتبقى زي الجالاكسي شوية. ممكن طبعا تحطوا نقط بيضة بأي ألوان بقى، بس الألوان اللي هي الألوان اللي اسمها ايه الخشب والفلوماستر مش هينفعوا في، إلا لو انت بدأتي او انت بدأت بالفلوماستر من البداية خالص، الخشب مش هينفع على المادة اللي احنا بنعمل بيها دي، ف لا. ماشي، طبعا الالوان ديت مجموعه الالوان اللي انا لسه حطاها ديت فظيعه مع بعضها، جميله جدا ويعني خطيره خطيره خطيره، تحفه في المتحف للناس اللي بيحبوا الجالاكسيز والسبيس والحاجات دي. انا طبعا من الناس اللي بتحب الجالاكسي بس مش بحب السبيس، بحب بس شكل الجالاكسي كده واللي هو يعني الشكل ده. شوفوا، ممكن طبعا تحط نقط بيضه زي ما قلت لكم، هيكون هتعمل شكل جميل جدا. اوكي، انا هعمل برضو الظهر وارجع لكم تاني. دلوقتي رجعت لكم، شوفوا الشكل عامل ازاي، اهو بني والناحيتين والناحيتين التانيين زي جالاكسي او ازرق شويه. الحته ديت هي شكلها جالاكسي جدا، اما الحته التانيه اللي هي اخر حته انا ما لونتهاش معاكم شكلها ازرق شويه، بس هي فيها قطع فتحة لو حطيتها في الضوء كده. شوفوا اهو، ماشي. طبعا انتوا تقدروا تلونوا بالالوان اللي انتوا عايزينها، يعني فاتح او غامق اي نوع، بس انا مش بقول، انا بقول لك يعني ان احسن الوان تقدروا تستخدموها على النوعية ديت او اللي هي الخامة بتاعت ازايز الورق دي، ازايز الازايز الورق بتاعت اللبن او العصير، احسن حاجه تلونوا عليها بالجواش او الاكريليك، او اللي هي الوان الكانفاس طبعا اللي هي ممكن تكون الاكريليك. فده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا عجبتوا بيه واستمتعتوا وعرفتوا استخدام جديد لحاجه جديده، وان شاء الله تلوني في فيديو جديد مع حاجه جديده وعمل فني جديد. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم لوجين، ومع السلامة.